السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول كان مسموع نقدم لكم الدروس المستفادة من ان ابراهيم كان امه. قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل أيها الرسول، آمنا بالله إلها وأطعناه فيما أمرنا به، وآمنا بالوحي الذي أنزله علينا وما أنزله على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وبما أنزله على الأنبياء من ولد يعقوب، وبما أوتي موسى وعيسى والنبيون جميعا من الكتب والآيات من ربهم لا نفرق بينهم، فنؤمن بعض ونكفر بعض، ونحن منقادون لله وحده مستسلمون له تعالى. قال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل أيها النبي، صدق الله فيما أخبر به عن يعقوب عليه السلام وفي كل ما أنزل وشرع، فاتبعوا دين إبراهيم عليه السلام، فقد كان مائلا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ولم يشرك مع الله غيره أبدا. إن أول بيت بني في الأرض للناس جميعا من أجل عبادة الله هو بيت الله الحرام الذي بمكة، وهو بيت مبارك كثير المنافع الدينية والدنيوية، وفيه هداية للعالمين جميعا. في هذا البيت علامات ظاهرات على شرفه وفضله كالناسك والمشاعر، ومن هذه العلامات الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما أراد رفع جوار الكعبة، ومنها أن من دخله يزول الخوف عنه ولا يناله أذى، ويجب لله على الناس قصد هذا البيت لأداء مناسك الحج لمن كان منهم قادرا على الوصول إليه، ومن كفر بفريضة الحج فإن الله غني عن هذا الكافر وعن العالمين أجمعين. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدعوة الباطلة من يهود ونصارى: آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزل إلينا، وآمنا بما أنزل على إبراهيم وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وآمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب، وآمنا بالتوراة التي آتاها الله موسى، والإنجيل الذي آتاه الله عيسى، وآمنا بالكتب التي آتاها الله الأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن بعض ونكفر بعض، بل نؤمن بهم جميعا، ونحن له سبحانه وحده منقادون خاضعون. قال تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون يا أهل الكتاب إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من ولد يعقوب كانوا على ملة اليهودية أو النصرانية؟ قل أيها النبي مجيبا إياهم: أنتم أعلم أم الله؟ فإن زعموا أنهم كانوا على ملتهم فقد كذبوا، لأن مبعثهم وموتهم كان قبل نزول التوراة والإنجيل، وعلم بذلك أن ما يقولونه كذب على الله ورسوله، وأنهم كتموا الحق الذي نزل عليهم، ولا أحد أشد ظلما من الذي كتم شهادة ثابتة عنده علمها من الله كفعل أهل الكتاب، وليس الله بغافل عن أعمالكم وسجازيكم عليها. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف فقد قام بها وأتم أداءها على أكمل وجه. قال الله لنبيه إبراهيم: إني جاعلك للناس قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك. قال إبراهيم: واجعل يا رب من ذريتي كذلك أئمة يقتدي بهم الناس. قال الله مجيبا إياه: لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك.